مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد ايماني واحد وما لهش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر في محبة الله ونعمته. أحبائنا المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. حلقتنا النهاردة بعنوان العابر وتكلفة التبعية. اسمحوا لي قبل ما نصلي نقرأ بعض الآيات في رسالة يوحنا الأولى صح 4 وعدد 7 هذه الكلمات: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذه هي المحبة. أيها الأحباء، إن كان الله قد أحبنا هكذا. وأيضا في إنجيل يوحنا صح 15 تكلم المسيح يسوع هذه الكلمات: هذه وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحباء. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب. وكتاب مقدس بيقدم لنا نموذج رائع جدا عن محبة الله اللي ظهرت لينا من خلال المسيح يسوع. فإذا كما يقول المرنم: كل حب في الوجود نبعه حب يسوع، كل حب طاهر نقي موجود مصدره هو الله، لأن الله محبة. خلينا نصلي. يا رب نشكرك لأن إن كان العالم بيحتفل بعيد الحب، لكن إحنا في كل ثانية في حياتنا بنحتفل إنك أنت الله محبة. أظهرت محبتك لينا لما أرسلت ابنك يسوع المسيح الوحيد البار، كلمة الله الأزلي، الله الظاهر في الجسد، ليفدينا، ليكون كفارة لنا عن خطايانا. نشكرك لأن في هذه هي المحبة. انظروا أي محبة أعطانا الله الآب حتى ندعى أولاد الله. شكرا ليك يا رب لأجل الحب اللي معرفوش العالم وبيبحث عنه في وسائل مختلفة، مليت بيه حياتنا. محبة فائقة المعرفة، محبة أبدية أحببتنا، محبة ليست لها نهاية، لأن مكتوب: يسوع الذي أحب خصته الذين هم في العالم أحبهم إلى المنتهى. نعظمك نباركك نحتفل بيك يا رب. إن كان العالم وضع يوم، لكن إحنا في كل ثانية وكل لحظة بنحتفل بيك لأجل الحب اللي نور بصيرتنا، والحب اللي أضاء حياتنا، والحب اللي غير حياتنا، والحب اللي جذبنا برباطه، واللي انتشلنا من الوحل، من الخطية، من الظلمة اللي كنا موجودين فيها. الحب اللي جعلنا نتمتع بالنعمة الغنية، وجعلنا أيضا نكون يا سيدنا رب مقيمون في هذه النعمة. يا رب بصلي لأجل بركة للوقت، بصلي لأجل كل نفس بتشاهدنا ومحرومة من هذا الحب أن تتمتع بهذا الحب، والحب يسكن حياتها. بصلي لأجل فريق العمل، بصلي لأجل رسالة القناة، بصلي لأجل رسالة البرنامج، بصلي لأجل وقتنا المبارك. يا سيدنا رب ساعدنا نقدم رسالة الحب للجميع، لا نقدم فقط معلومات أو إجابات على أسئلة مطروحة، لكن رسالة الحب، لأن هو ده احتياج العالم إلى محبة الله في المسيح يسوع. في اسم الرب يسوع المسيح شكرك يا أبانا لكل المجد، آمين. حبانا مشاهدين، حلقة النهاردة بعنوان
العابر وتكلفة التبعية. ولأني شخص عابر بعرف معنى صعوبات والضيقات اللي بيكتسب فيها العابر، والمرات كتيرة جدا محدش بيبقى حاسس بيه. الناس فاكرين أن شخص اتحول من معتقد إلى معتقد آخر، من دين إلى دين. عايز أقول لكم لأ، العابر بيواجه أوقات صعبة كتيرة جدا، مشاعر نفسية ما بيقدرش مرات كتيرة جدا أن يبوح بيها أو يتكلم بيها. ياما واجهنا الطرد من أهالينا، وياما واجهنا التخلي، وياما واجهنا ضيقات والرفض، وياما واجهنا أن الناس مش فاهمانا، والناس بتحكم علينا نتيجة الأفعال صدرت مننا نتيجة لضغوطات نفسية صعبة بنكتز فيها وبنمر بيها. قدي لما الناس ما بتبقاش لاقية مكان تنام فيه، قدي لما يكون ناس بتحرم من مشاعر الأمومة، الأبوة، الأخوة، ويتطردوا من أهليهم. قدي لما بيتشاور عليهم ويتقال لهم يا كفرة يا مشركين. قدي لما بيتشاور عليهم ويقول لهم أنتوا نجسين ما تاكلوش معانا في طبق واحد. عرفت إنسانة في دولة عربية عرفت الرب، ولما كشف أمرها كانت بتعامل معاملة الحيوان، بل إن الحيوان يعامل أفضل مما تعاملت به من أهلها. كانوا يحطوا لها طبق، ولدرجة إنه كانوا يلبسوا كيس في إيديهم وهم بيمسكوا الطبق، وطبق مخصوص ليها تاكل منه، وكل مرة يحطوا لها الطبق يقولوا لها كل يا نجسة، كل يا كافرة، كل يا مشركة. يمكن أنت ما مرتش بده، يمكن أنت مش قادر تشعر بده، يمكن أنت ما حسيتش بده، يمكن أنت ما عرفتش معنى الطرد من البيت، يمكن أنت ما عرفتش معنى أم تقول لك ما بقتش ابني ولا عرفك، يمكن أنت ما عرفتش معنى أب يقول لك أخرج بره البيت، أنت ما بقتش مني، أنا بتبرأ منك، أنا مش عايزك، أنا أعتبرك مت. كل ده ليه؟ عارفين السبب؟ سبب واحد فقط، إن آمنا بيسوع المسيح. إيماننا بيسوع مع إنه مشابه لناس كتير مولودين مسيحيين بالاسم وآمنوا بالمسيح، لكن في نفس الوقت يختلف. لأن كان إيماننا بيسوع يتطلب قدامه تكلفة كبيرة جدا اتقدمت. يمكن سجن، يمكن تشهير بالسمعة، يمكن اتهامات، يمكن يمكن يمكن. وحلقتنا النهاردة حلقة خاصة جدا، بشجع كل عابر أن يكسر حاجز الخوف، حاجز الكسوف وحاجز الخجل، ويكلم بأعلى صوت. لأن أنا بعرف أن في آلاف من العابرين اللي كل واحد في قريته أو في نجعه أو في شارعه أو في حارته أو في بيته أو في أوضته أو خلف الكمبيوتر بتاعه أو اللاب بتاعه فاكر نفسه أنه هو لوحده. بمشاركتك أنت بتقول لأخوك العابر أنت مش لوحدك، أنت ما مرتش بالأمور دي لوحدك، إحنا مرينا. وإن كانت في أمور صعبة جدا تدمع عليها العين، وإن كانت في أمور صعبة كتيرة جدا بيعدي فيها العابر ومحدش حاسس بيه، لكن في نفس الوقت في معونة من الرب. الرب رافع، الرب ساند، الرب حامي، الرب ماسك بالإيد، الرب مسؤول مسؤولية كاملة عن خطوات حياتنا. يمكن الرب جعلنا رسالة نشجع بيها آخرين، يمكن كانت رسالة عدينا في وقت صعب جدا، وقت قاسي، لكن في نفس الوقت في مسؤولية علينا ان احنا نشجع الآخرين. العابر وتكلفة التبعية، كان يسوع دفع ثمن غالي جدا، لا يمكن لا يمكن ان نقول او حد يتجرأ يقول انا بدفع زيه، مستحيل. لكن ايضا العابر نتيجة لإيمانه دفع ثمن
انه التصق بالرب، وانه امن بالرب، وانه مشي في طريق الرب. العابر وتكلفه التبعيه دي حلقتنا. برحب بمشاركاتكم، برحب باتصالاتكم، برحب باسئلتكم، لكن برجو رجاء محبه ان يكون كل سؤال خاص بموضوع الحلقه. لو عندك سؤال بعيد عن موضوع الحلقه بنرحب بيك انك تتصل وتسال، لكن اترك سؤالك في كنترول روم، اترك الايميل بتاعك او اترك تليفونك، وانا بتعهد ان هنجاوبك على سؤالك ايا كان سؤالك. بنعمه الرب الكتاب المقدس بيقدم الاجابه، لكن خلينا في الوقت لانه بيبقى وقت محدود، خلينا نركز جدا جدا في وقت موضوع الحلقه. وبستاذن اخواتي اللي هيشاركوا ان يكون مشاركتهم محدوده في وقت محدود، عشان ما نقدرش ان احنا نعدي حدود الوقت بتاع الحلقه. ربنا يبارككم. اخت ريتا، رحله صعبه انت اكتست فيها وانت انسانه عابره الى المسيح، في تحديات وصعوبات. اتكلمنا في حلقه قبل كده العابر والتحديات قدام مفاهيم صعبه روحيه اول مره بيتعامل معاها. يمكن الوقت ما سعفناش ان احنا نقدم كل شيء، لكن قدرنا نطرح بعض الافكار القليله. اولا كل سنه وانت طيبه بسبب عيد الحب، وانا عارف ان انت كاتبه حاجه عن محبه المسيح كانسانه عابره، ممكن تشاركينا بيها في بدايه الحلقه. ارحب بك اخي اندرو، وبقدم شكري لكل قناه الكرمه ولكل اخواتي اللي عم تعبوا بعمل هاي الحلقه. وانا كتبت كلمات اشتست فيها المشكله اللي الكبرى اللي تعرضت لها، والاضطهاد لاني احببت شخص اسمه يسوع. القصيده اسمها الحب مجابهه كبرى. الحب مجابهه كبرى ضد التيار، ووقوف امام اسهم النار والغرق معه في عمق البحار. الحب ان تجاهد عكس الاعصار، وتبقى يقظا ليلا ونهار، وتتعذب وتبكي وتلاقي الانكار، وسيكتب اسمك في قائمه العار، في لوحه كبيره فوق الدار، وتعلق سمعتك على المسمار، وستحرم من الأهل وتكثر الأسفار، وتكون مشردا مثل مجرم فار، وستلاقي الألم من الأشرار والابتعاد من الأخيار، وتصبح وحيدا في المسار، وتتوجه إليك الأنظار، والكل يصبحون أبرار، وأنت فقط تعامل باحتقار. الحب تيه وجمال رغم الأمطار، ولكن يجب أن تحسن الاختيار. حب مثل هذا هو أصعب قرار، لأنه أما يبقى جاريا كالأنهار، أو يردمك كما تردم الأبار، وتكون رداء رثا بلا زرار، وتغدو مدنك خربة بلا أنوار. الحب الحقيقي هو فقط ليسوع البار، الذي صلب على صليب العار، طائعا الموت بافتخار، رغم منظره الذي يدل على انكسار. حب مثل هذا هو عزف على الأوتار، تتغنى به وتكتب له الأشعار، لأنه سيمنحك القوة والاستقرار، وينعش حياتك بالإثمار، ويخصب رأسك بالأفكار، وآلامه هي تطويب باستمرار. ربنا يباركك. الرب يباركك. كلمات رائعة جدا، صدر من القلب، من القلب، أكون طلع بمشاعر، لأنه أنا عشت كل كلمة، كل كلمة قلتها أنا مريت فيها. أنا علق اسمي قدام كل العالم، أنا اتهموني، رموا علي الحجار، تعذبت. أنا كنت بالضبط نفس الكلام اللي قلته. أنا تعرفت على الرب يسوع في مكان نائي، صح هو في أوروبا ولكن أعتبره مكان نائي،
ما فيش تكنولوجيا، ما فيش، في قرية صغيرة جدا، ما فيش كمبيوتر، ما فيش تي في. وأنا كنت أتصور، والرب يعني يتعامل معايا، الرب معايا تعامل بشكل شخصي، كنت أتصور أنا الوحيدة اللي في العالم، وكنت ببكي ببكي، وكنت بقول مش ممكن مش ممكن مش ممكن. فالرب قادر أنه يدخل قلوب ناس بعيدين في قرى بعيدة، وأنا هيك اللي تعرضت له، شيء تعرضت له صح، مش يعني في دول عربية مثل مصر، أو في كمان في بلادنا في العراق، أو ويمكن الناس من تتعرف على الرب يسوع بيتعرض، وكل إنسان يتعرض لاضطهاد يختلف عن الاضطهاد الشخص الثاني، لأنه الرب يسوع معاملاته مع الأشخاص معاملات فردية، ما فيش تجربة تشبه التجربة الثانية. والرب يمكن، مش يمكن، أكيد أكيد يعرف ضعفي، يعرف ديانة أهلي، يعرف تعصب عيلتي ومجتمعي. فكان مش ممكن أنه الرب يظهر ذاته أنا قاعدة هيك محاطة بالإسلام ومحاطة بالعيلة، مش ممكن. فالرب سمح لظروف قاسية اشتست فيها أنا شخصيا، وقلعني من بلد لبلد، وزرعني بحتة بعيدة، وبدأ يشتغل فيها. وهيك اللي صار، أنا كنت بالبداية مش فاهمة، ولكن الآن بقول بعد مضي تقريبا 10 سنوات، يلا أنا قدرت الآن بطلع للنور وبقول شو اللي حصل فيه وشو اللي اشتسته خلال 10 سنوات. أختي ريتا، كلامك قوي وكلامك حقيقة، لأن كلنا، وأنا واثق إن كتير من العابرين اللي بيشوفونا اجتازوا في الظروف، والميزة والقوة في تبعياتنا ليسوع وفي اختيار يسوع لينا وفي عمل يسوع في حياتنا. أنت قلتي جملة قوية جدا، أو كلمة قوية جدا، وأنا عارف إن كل عابر بيتعايش مع الكلمة دي، وده الميزة اللي بتتميز بيها المسيحية، إن مفيش اختبار مشابه للتاني، إن كل واحد في آلاف العابرين بل ملايين العابرين اللي بيعبروا للرب من الظلمة، سواء بقى إسلام أو بوذية أو هندوذية أو 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 مسيحية إسمية، بيعبروا للرب إلى حضن يسوع المسيح. بنلاقي كل واحد له اختباره الخاص، طريقة الخاصة، طريقة معاملة الله بطريقة خاصة معاه، مفيش تشابه، وبصفة خاصة إحنا اللي كنا سابقا مسلمين، الله له تعامل خاص في حياة كل شخص فينا. أنا سمعت عدد، ما أقدرش أقول رقم، عدد كبير من، وقريت وسمعت وشفت من اختبارات العابرين المنتصرين للمسيح، ولا اختبار مشابه للتاني. نعم. وكنت مرة أقول له رب، يعني كل مرة بسمع فيها اختبار واحد أنا بسمع حاجة جديدة، أنا بنبهر بيك يا رب، بنبهر بعظمة يديك، بنبهر بقدرتك الرائعة، بنبهر بطريقتك الرائعة جدا. بتعرف يا رب، كنت مرات كتيرة جدا يا ما قلت لرب أنت صياد ماهر، أمين، بتعرف تجيب السمكة بطريقة خاصة جدا خاصة جدا، عارف ده إيه الطريق اللي مناسب معاه، وإيه الأسلوب اللي ينفع معاه، وإيه الوسيلة اللي ينفع معاها، وبيعمل كده. بنفس الطريقة كل واحد عابر فينا له مشاكله الخاصة، وده اللي هنفتحه شوية خلال الحلقة في أسئلتنا وأفكار حضرتك. وأنا بتوقع النهاردة إخوة عابرين من المحيط إلى الخليج، أو عرب متواجدين في دول غربية، أنه يتصلوا ويشاركونا. النهاردة عايزين نعمل ونعلي صوتنا ونقول يا اللي بتتهمونا أن احنا مشيرة وأرواه ولا خيال، لا، يسوع حقيقة. أمين. يسوع بيغير الحياة. أمين. يسوع بينور البصيرة. يسوع بيعطي قوة ونعمة. ويسوع يستاهل أن نضحي لأجله، وأن احنا مش طالعين عشان
نأثر بكلامنا في مشاعر اللي موجودين اطلاقا. احنا طالعين عشان نقول ان يسوع يستاهل التضحيه. نعم. يستاهل ان احنا نتخلى عن كل غالي وثمين، لان هو اخلى نفسه اولا. هو صنع مثال لينا وقدمه لينا، انه اخلى نفسه، جه في شبه الناس اخذا صوره عبد، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وانا بقول له عن نفسي، وده قرار الشخص، وانا عارف ان قرار كل عابر، يا رب احنا من اجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ان عشنا فللرب وان متنا فللرب، ان عشنا او متنا فللرب نحن. يا رب احنا معاك في كل مكان، في السجن احنا معاك، لما اهلنا بيطردونا احنا معاك، لما الناس بتحرمنا او تقول علينا كلام سيء السمعه احنا ايضا معاك يا سيدنا رب، ونفتخر ان احنا معاك. اخت ريتا في انجيل متى صح 16، رب يسوع بيقول كلمات صعبه بعض الناس مش بيفهموها، بيقولوا ليه المسيح قاسي كده يعني؟ ان اراد احدا ان ياتي الي او ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. في صليب، نعم، بيحمل، نعم، وفي جزء تاني المسيح بيقول من لا يبغض اباه او امه اخوه او اخته او حتى نفسه لا يقدر ان يكون لي تلميذ. تعرضت لسؤال في احد غرف المداولات والحوارات والمجادلات على النت قريب من يومين، نعم، قولي المسيح بيقول لك ابغض، فازاي المسيح اله محبه وفي نفس الوقت بيقول لك ابغض؟ اتعاملت ازاي مع النصوص دي اختريت؟ طبعا كان صعب كتير، وهذا الموضوع لانه احنا في عيله، تعرف احنا العرب يعني كتير عوائل هيك متماسكه ومتماسكه ومتعلمين انه بنكون مع بعض ونعيش مع بعض، وحتى الشاب في الدول العربيه مش بيعيش لحاله لغايه ما انه بيتزوج، فكيف امراه او حتى بعض الناس متزوجين وعايشين في بيت. بالضبط بالضبط. فهذا الموضوع كان يمكن اخر قبولي للرب يسوع لسنين. انا بسمع وتعرفت على شخص الرب يسوع وقبلته في داخل قلبي، وكنت بخاف بقبله يعني قدام الناس، ولكن عندما حان الأوان وبعد يمكن سنتين أنا بقرأ كلمة أنا قلت في يعني اختبار قبل هيك، أنا بدأت أقرأ الكلمة، ولكن عندما لمس الرب قلبي واخترق يعني مشاعري وحبيته، كنت بخاف أتبعه، بحبه صح ولكن بحبه من بعيد خارج قلبي، لأنه من قرأت هاي الآية أنا مش بقدر. طب أنا بحب أهلي، وبعدين أوكي، وأنا كنت أتصور بقول أوكي أنا حبيت الرب يسوع، طب شو اللي يمنع، شو اللي يمنع أنه بأخذ الرب يسوع وأنا أضل مسلمة، شو اللي يمنع أنه بؤمن بالرب يسوع وبصلي للرب يسوع وأنا بضل مسلمة، وبهذا الحال أنه أحافظ على كيان العيلة وبحافظ على احترام أهلي، شو اللي يمنع؟ ولكن عندما قرأت هذه الآية وبعدين كنت يعني مش بقدر، بقول له يا رب ببكي. كان شيء صعب عليك؟ صعب كتير. وبعدين تحدي. تمر الأيام وتمر الأشهر وأنا بروح بحضر كنيسة وقابلت الرب، قابلت الرب يعني في مؤتمر قابلت الرب يسوع، ولكن ولم تتغير حياتي، والسبب هو الخوف، مع العلم انه اهلي عايشين بدوله ثانيه، ولكن التماس الترابط وبعدين في خالتي موجوده في داخل، كانه يعني مش بقدر. يوم من الايام من بدات انه يعني العذاب زاد، وبعدين مش قادره وبدي اوصل لهم كلمه، بدي اوصل لبيت خالتي ولو شيء، فمش عارفه كيف، مش عارفه. الرب انقذني بموضوع، طبعا تعرضت لي للاضطهاد، ولكن هو هذا كان بدايه دخول انه كيف اهلي يتعرفوا شوي عن الرب يسوع. في امراه اعطتني كاسيت، قالت لي شوفي هذا الكاسيت، بحكي قصته بدقيقه واحده. الكاسيت بيحكي قصه راهب
كان كل يوم بيروح بيزور السجون. السجن كل السجناء مسيحيين ومسلمين في هذا السجن، كلهم عليهم حكم الإعدام. فالراهب كل يوم بيروح يصلي للسجناء، وبيروح يوم من الأيام، هذا الكاسيت طبعا أنا أخذته لبيت خالتي، في يوم من الأيام الراهب دخل بيصلي للمسجونين، السجناء سكروا السجن الأبواب وقالوا له أنت اليوم راح تموت معانا، بدنا تجاوبنا على سؤال واحد فقط، وإذا جاوبنا هذا الجواب نفتح لك الباب. شو هو السؤال؟ أصعب سؤال. قالوا له مين الأعظم؟ من الأعظم؟ محمد أم المسيح؟ طب الراهب إنسان بسيط اترعب، راح أقول لهم لحظة خلوني أصلي، ركع على الأرض ويبكي يقول له يا رب أنقذني، لأنه هو إنسان عايش لله فالله أنقذه. فقالهم اسمعوا أنا راح أجاوبكم جواب، أنا مش بعرف ولا كلمة، مش بعرف مين الأعظم محمد أم يسوع، بس أنا بعرف شوية معلومات عن يسوع وشوية معلومات عن محمد. قالوا له تقول، قالهم وأنتوا تقرروا، أنا مش بعرف. ولادة يسوع ولد من غير أب، ولد بمعجزة. ولادة محمد من أم وأب. أعمال محمد ولا معجزة، أعمال يسوع عمل معجزات وصار بيشرح المعجزات، حياة تعاليم محمد تعاليم يسوع، يسوع مش متزوج، محمد تزوج كذا مرة، موت محمد مات مسموم، موت يسوع لم يموت. فقال لهم هاي المعلومات وطلع. فهذا الكاسيت أنا قلت فرصة أروح أخذه البيت خالتي، لأنه كنت بهذيك الفترة بدأت خالتي بتشك فيها، لأنه بدأت أتغيب عن حضور الويكند أروح عندهم، فصار شك بالموضوع. وأنا قلت لها أنه أنا عم بشتغل في الكنيسة، قلت لها أنا بدي أنشر رسالة الإسلام، أنا بدي أعمل هدول، أنا عم بعيش ببلد الكفر، بدي أحاول أنه أكون رسالة للإسلام. فأخذت الكاسيت قلت لها أنا مش عارفة، عملت كمان نفسي مثل هداك الراهب، قلت لها أنا سمعت شو رأيك بهذا الكاسيت. فهي هي وجوزها طبعا متدينين، أول ما سمعوا الكاسيت طبعا رموه، قالوا لي هذا الكاسيت مبطن ولكن بده يطعن بشخص محمد، اوعي. فصارت بدأت بداية المشكلات، بداية التحديات. وشوي شوي طبعا وصل الخبر للأهل، وأنه أنا بدأت أروح للكنيسة وأصحابي صاروا مسيحيين، وبدأت أتكلم بأمور كلام كتير يميل للمسيح، وأنا من الداخل أنا قبل يسوع بس مش قادرة أعبر، وكنت بالسر. وبعدين بدأت التليفونات تجيلي، أول تليفون طبعا من خالي، شخصية عظيمة بعتز فيها وبحبه لحد الآن رغم أنه تبرى مني، ولكن بدأ يسألني وأنا خايفة، أنا خايفة مش قادرة أعبر، حتى بقول الأشياء اللي اكتشفتها عن النبي محمد اللي هو السبب اللي كسر قلبي من قراءة قصة حياته، السبب اللي خلاني أبكي أيام طويلة وبرجف، لأنه كنت بتبع قائد بحبه من كل قلبي، مش عارفة ليه بحبه، تربيت على حب النبي محمد، وبالرغم أنه ولا كلمة ولا مرة في أي كتابات قال لي أنه بيحبني وأنه ضمن لي مستقبلي، ولا قال لي أنه اللي خلاص أو ما فيش، بمشي عمياء وراء خلف قائد ما بعرفش عنه ولا شيء، ولكن لأنه أهلي قالوا لي النبي محمد هو سيد العالمين وهو سيد المرسلين، بس الكلمتين اللي ملهاش ولا أساس. ومشيت عمياء يا وتشر أخت ريتا، هنستأذنك ناخد مشاركة. تفضل معنا مينا دانيال من مصر. تفضل أخ مينا، أنت على الهواء. تفضل. ايوه اخ مينا، اتفضل على الهوا. اخ مينا انت معانا؟ ايوه. ممكن تعلي صوتك شويه؟ اوكي كده كويس. اخ مينا ده اسمك ولا ده تشابه مع مينا دانيال، عشان بس نوضح الصوره للمشاهد؟
لا هو ده مش اسمي الحقيقي، انا اللي اخترت الاسم دوت. بس عشان نوضح الصورة المشاهد، منى دانيال ده أحد الأولاد المسيحيين الأبطال اللي كان بيشاركوا في ثورة يناير، اللي قتل واستشهد أمام مسبيرو في مذبحة مسبيرو في هجوم الجيش على المتظاهرين الأقباط العزل، اللي كان كل غايتهم وهدفهم أن يحسوا أن هم مواطنين في بلدهم. فضل أخ مينا، إزاي قدرت توصل لنعمة المسيح؟ أنت خلفيتك كانت إيه، مسلمة ولا إيه؟ خلفيتك يعني أنت من أصل مسلم ولا إيه؟ من أصل مسلم. ده طب احكي لي أنا اتفضل. ربنا يعني ربنا اداني نعمة إن أنا أعرفه عن طريق مينا دانيال. يعني مينا كان حد كنا بنسميه يعني من قبل كده، كنت بقول عنه يسوع، كنا مسمينه يسوع لأنه كان فيه كل الصفات بتاعت رب يسوع. يعني كنت أنا متخيل إن هو فيه كل الصفات بتاعته يعني. فلقيت فيه اختلاف كبير قوي بيني وبينه، في هو يعني حاجة كبيرة قوي بيني وبينه، هو أحسن مني بكتير قوي. اكتشفت ان هو يعني دي نعمة ربنا ليه، يعني نعمة ربنا اللي هو مؤمن بيه، هو اللي مخليه كده، هو اللي مخليه احسن بكتير قوي. إيه، انت كان علاقتك كان عندي كانت علاقتك بمينا من خلال وقت المظاهرات فقط ولا صداقة من قبل؟ انا عرفت مينا في وقت الثورة، يعني في اول 18 يوم. وبعد كده استمرت صداقتنا طبعا لحد ما ربنا اختاره. امين. ايه اللي حصل بالظبط في وقت لما شفت مينا مات قدامك او الوقت ده؟ هو اليوم يوم مصيره، انا كان بيني وبينه ما فيش، الوقت اللي مات فيه كان بيني وبينه 20 متر. فانا شفته بيقع، وفي واحد برضه صاحبنا وقع جنبي. فانا انشغلت بصاحبنا اللي وقع جنبي دوت، فشلته وطلعناه. اتصلوا بيا الولاد قالوا لي مينا في المستشفى القبطي. رحت المستشفى القبطي على اساس انه مصاب عادي، يعني كلنا بنتصاب في اوقات. فاول ما وصلت هناك، بدل بتصل بواحد صاحبنا اسمه مايكل، بدل ما يطلعني الاوض اللي فيها المصابين، لقيته بياخدني على المشرحه. انا اول ما شفت منظر مينا انا وقعت ساكت يعني جنبه. الموقف اللي هو ماشي، الموقف ده اثر فيك ازاي؟ ايه اللي خليك تفكر وتاخد قرار وتسيب الاسلام وتمشي ورا المسيح بسبب موقف انه شفت صاحبك وصديقك واللي كنت شايف بينك وبينه اختلاف كبير جدا لصالح مينا؟ اللي خلاك تاخد القرار تجاه المسيح بسبب الموقف ده؟ لا هو انا اصلا من الاول كان عندي مشكله مع الاسلام، يعني كان عندي مشكله ان انا مش حاسس ربنا. يعني انا كنت بصلي وبصوم وبعمل كل الحاجات، بس مش حاسس ربنا، مش حاسس لمسته. فبعد كده يعني بعد ما مينا مات، كنت متعود ان انا بشوفه كل يوم في وانا نايم، يعني كنت بعتبر ده تعويض يعني عن ان هو مش معايا في الحلم، يعني بتحلم بيه. فكنت محتار قوي، عمال بطلب من ربنا، يا رب المسني، يا رب وريني الطريق، وريني الصح فين. فلقيت مينا، شفته مره بيقول لي انت محتار ليه، بتدور على ايه؟ فقلت له بدور على الطريق الصح. لقيته بيشاور كده بيقول لي طب الطريق اهو. فانا يعني ما كان بيشاور، شفت حفره كبيره قوي وفي معديه بتعدي عليها. راح واخد ايدي بيعدي معايا على المعديه. بعد ما عدينا اكتشفت انه المعديه دي عباره عن صليب خشب كبير. اتفضل. فبعدها صحيت من النوم بقى حاسس ان انا خلاص بقى، انا عرفت ربنا، لمست ربنا جوايا، حسيت الصح فين. حسيت انه انت عديت من مكان الى مكان، لكن وسيله التعديه كانت الصليب.
اللي انت حطيت رجلك ومشيت من عليه. دي حقيقة. لما بس انا مش يعني بالنسبة لي ما كانش حلم اليوم ده، ما كانش حلم. دي كانت حاجة ربنا عاملها عشان يطلعني يخلص نفسي يعني. الحلم ده قادك ليه يا أمينة؟ ازاي قدرت تاخد القرار انك تسلم حياتك للمسيح؟ قادك ليه؟ وانا عايز اقول لك أمره ان انا في اللحظه اللي صحيت فيها من النوم، يعني كان جوايا يقين غريب ما اعرفش جالي منين، انه ربي يسوع هو مخلص العالم يعني. دي حاجه مالتك دخلت جواك، ما حدش قال لك، ما حدش اتكلم معاك، دي حاجه جت جواك ولا جت ازاي؟ لسه اعرف. ما كنتش لسه اعرف انه قصه الفداء والخلاص، انا ما كنتش لسه عارف دوت. بس في اليوم دوت انا دخل قلبي يقين انه الرب يسوع هو مخلص العالم. انا كنت متعجب جدا لما بتكلم مع الناس اللي كلمني وهو بيحكي لي، بقول له طب انا عارف دوت، بس انا عارفه منين بقى؟ انا مش عارف جالي منين. لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح، ده عمل الروح القدس في حياتك مينا. مشاركتك رائعه جدا واختبارك رائع، وبتمنى يكون لنا لقاء بشكل اوسع نسمع فيه تفاصيل اكتر عن عمل ربنا في حياتك. انت دلوقتي عايش مع المسيح يا مينا؟ هو الخط موجود ولا مينا؟ موجود. دلوقتي انت عايش مع المسيح؟ انا عايش في ربنا بقى. هل في اي حاجه واجهتك بعد ايمانك بالمسيح؟ من اهلك عرفوا؟ نعم. هل اهلك خدوا فكره عن الخطوه دي؟ هل في اي صعوبات شعرت ان انت بتواجهها نتيجه لايمانك بالمسيح؟ لا، هو انا اهلي ما حدش عارف حاجه، بس يعني حاولت اكلمهم يعني، او بس انا عارف ان ده مش هلاقي استجابه منهم، لان هم يعني انا والدي من الجامعات الثانيه. فصعب جدا ان انا، طبعا انا مش عايش معاهم. انت تركت لكن ان انت تبقى تركت البيت ولا انت تبقى نعم تركت البيت ولا ايه؟ لكن ان انت تبقى حد عابر في دوله زي مصر، اكيد انت عارف ان ده صعب قوي يعني. أمين. في مشاكل كتير قوي. انا بشكرك جدا مينا وربنا يباركك. هنصلي لاجل ان الرب يحافظ عليك وعلى حياتك وعلى امورك، وان الرب يضمن سلامه حياتك. اخت ريتا شوفي ربنا بيعمل ايه. الهنا عظيم. الوقت اللي الدبابات كانت بتدعس نعم وبتدوس وبتسحل الأقباط، كان الرب بيقتنس بموقف صعب زي كده وبموت شاب اسمه مينا دانيال، كان الرب بيتعامل مع نفس تانية. شوفي كنا بنتكلم من شوية أن الله طرق عجيبة. نعم. وعمله عظيم. نعم. مين كان يصور في وسط مشهد الدم يبقى فيه خلاص؟ نعم نعم. الرب إلهنا عجيب، وتعاملاته مع البشر عجيبة، وبعدين تعامله مع أبنائه أولاده. أنا مش عارفة شو الظروف اللي بيجتاز فيها مينا، أكيد هي ظروف قاسية وصعبة، وخاصة هو عايش بلده، الرب يكون في عونه. ولكن أنا بعرف أنه الرب أبنائه مش يتركهم، لأنه بقول هذا الكلام بعد قلت لك بعد ما اجتزت بمواقف ألم، وشعرت انه الرب تركني وسابني من كثرة الاضطهادات اللي تعرضت لها. اذا بتحب بشارك واحد من الاضطهادات اللي بقول لك عليه. هناخد بس تليفون. نعم. عشان خط الدولي. نعم. نعم. مارسلينو معنا، مارسلينو من مصر تقريبا، تفضل انت على الهواء. الو، مساء الخير يا اخ اندرو، سلام المسيح يكون معاك ومع جميع العاملين. الاخت ريتا ربي يباركك. اهلا فيك مارسيلينو. وحشتنا كتير صدقني. ربنا يباركك. انا عارف ان انت شخص عابر، تقدر تشاركنا باختصار عن عمل ربنا في حياتك والتبعيه او النتيجه اللي حصلت، نتيجه انك التصقت بالرب؟
هو في البداية خالص أنا إنسان عابر من خلفية إسلامية، من أب وأم مسلمين. والدتي كانت بتشتغل طبيبة، والدي كان في نفس المجال برضو. حصل خلاف في بداية حياتهم مع بعض عشان هو معترض إن هي تشتغل، حابب إن هي تقعد في البيت. فبعد كده انفصلوا عن بعض انفصال شكل يعني. هو تزوج غير والدتي وأنا عشت مع والدتي. والدتي كانت دائما بتفتح معايا حوار يعني باستمرار، تقول لي ما نعملش حاجة غير ما نعديها على عقلنا الأول، لأن المفروض إن ربنا ادانا عقل متميزين بيه عن بقية المخلوقات. فودوني مجمع للتربية الإسلامية، مجمع إسلامي أحفظ فيه القرآن وأبتدي أدرس فيه القرآن وتفسيره. الشيخ الموجود جه عند بعض آيات في القرآن وقال علمها عند ربي. فأنا اعترضت وقفت وقلت له لو سمحت من فضلك أني ربنا بعت هذا الكتاب وهذا الكلام كرسالة لينا، فأنا هعمل إزاي بمضمون الرسالة وفيها حاجات مش مفسرة؟ فقال لي هات حاجتك وترد من المجمع الإسلامي. وكانت النتيجة أن أنا روحت البيت وداخلي كثير من التساؤلات عن الآية. الآية كانت آية النور، الآية 35 في سورة النور. وابتديت أبحث عن التفسير. ربنا قابلني بشخص رائع مدرس عندي في المدرسة، ابتدى يشرح لي الآية والتفسير بتاعها. ولما وصلت للتفسير صعقت، لأن التفسير بيتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح له كل المجد، عن التجسد الإلهي ودخوله إلى العالم. أنا ممكن أقول الآية أقول التفسير، بس أنا بختصر الوقت لا عشان ممكن وقت البرنامج. ممكن حضرتك ممكن بس تقول الآية بدون التفسير يعني النص. النص بيقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمصباح فيه زجاجة، والزجاجة فيها زيت وضيء، ولو لم تمسسه نار كأنه كوكب ذري، يقاد من زيتونة شجرة مباركة، زيتونة شجرة لا غربية لا شرقية ولا غربية، نور على نور يهد الله من يشاء. كانت البداية، وده بيضرب مثلا عن التجسد الإلهي. اتفضل. ايه النقطة الفاصل اللي غيرت حياتك مارسيلينو بعد كده؟ بعد كده الإنسان اللي أنا قابلته كلمني عن ربنا المدرس. المستر بتاعي ابتدى يوريني المتناقضات الموجودة في الإسلام والعيوب القاتلة اللي موجودة في شخص محمد نبي الإسلام، وإن هي هذه صفات لا تليق برجل الله، برسول مرسل من قبل الله. وكانت النتيجة إن أنا ابتديت أبحث عن الإله الحقيقي. تعرفت على شخص المسيح، كلمنا عن ربنا يسوع المسيح الفادي المخلص الذي ليس بغير باحد غيره الخلاص. صحيح. وقبلت المسيح في حياتي رغم صغر سني، دخلت الكنيسه. كان عندك كم سنه؟ كان عندك كم سنه؟ كان عندي 9 سنوات، ثالثه ابتدائي. 9 سنوات وبتميز وبتدرس وبتقرا وبتعرف؟ 9 سنوات. وانا يعني أيقنت داخلي إن فعلا زي ما قال ربنا يسوع المسيح بالوحي الإلهي على لسان معلمنا العظيم في الأنبياء أشعياء النبي، من البطن دعوتك باسمي أنت لي لا تخف لأني أنا معك. أمين. ربنا يباركك أخويا مارسيلينو، اتشجعنا قوي بالكلمات أخت ريتا. 9 سنوات طوبى له، والرب بيتعامل مع الصغير والكبير، مع اللي اترفض من مفسر القرآن ان يشرح له آية والرب يحط. شوفي اختبار مختلف بتاع مينا بيعرف الرب فين، اختبار مارسيلينو بيعرف الرب فين. هنشوف معانا اتصال تاني بعد اذنك اخت ريتا. محمد من المغرب اتفضل. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معاك اخ محمد. اخت ريتا اهلا بيك. حضرتك اسمك محمد وبتقول داخل في البداية بتقول سلام المسيح، شجعنا. اتفضل يا اخي اندرو. انا بحب ربنا كثير. اتفضل. لما كنت في الاسلام كنت بشعر في حياه صعبه كثير، ما فيش امان، لكن اليوم ما جيت للرب شعرت بحياه جديده. لكن رغم الصعوبات والظروف التي اعاني منها بسبب أني لا أجد عمل،
أصبح هذا العمل يسبب لي إحراج مع الجوز. لكن أخي محمد، سؤال توضيحي، هل حاليا أنك بعد ما اختبرت المسيح مش لاقي عمل، ولا قبل ما تختبر المسيح أنت ما كنتش لاقي عمل؟ لا، من قبل يعني. طب أخ محمد باختصار عشان الوقت، إيه اللي حصل في حياتك، يعني إيه اللي خلاك يعني تبعد عن المسار اللي أنت مولود فيه وعايش فيه وشايفه إن هو صح، وتاخد الطريق تجاه المسيح؟ تقول لنا نقطة التغيير أو نقطة الالتقاء مع الرب كانت إزاي؟ شخصية المسيح كانت تعجبني من فترة طويلة. كان شيء يجذبني ليه. كنت أحب الشخصية ديالو، كنت ببحث في القنوات عشان أسمع الكلمة. عايز أشوف المسيح، معجزات المسيح. محمد ما عملش أي معجزة، ما فيش سلام في حياتنا من في الإسلام، لكن في المسيحية تغيير داخلي بيكون، أحس بتعزيات من الرب. يعني شخصيته، الشخصية بتاعه بتجذبني أكثر وأكثر. لهذا أنا تركت الإسلام، لأنني مش لاقي فيه حلاوة إيمان. الإيمان المسيحي عجبني بالذات، حبيته بالذات. أخ محمد، هل أنت متزوج أو أنت لوحدك مؤمن بالمسيح؟ احكي لي، يعني نقدر عشان نصلي لأجلك نتيجة إيمانك بالمسيح، ودي موضوع الحلقة، إيه اللي حصل؟ يعني تبعيتك للمسيح نتج عنها إيه؟ يعني الشخصية تاعي يعني هي اللي عجبتني بزاف باش نجي. ومن بعد كنت كنآمن أنا بالمسيح قبل من الزوجة ديالي. الزوجة ديالي من بعد بديت كنتكلم معاها، بديت كنقول لها بزاف ديال المسائل على الإيمان المسيحي. فيعني خدات واحد الوقت طويل، ومن بعد جات حتى هي للرب. أنت وزوجتك آمنتوا بالرب بعد ما أنت اتكلمت معاه عن المسيح؟ نعم، نحن الاثنين. آمين. وعندنا ثلاثة بنات. آمين، آمين، الرب يباركك أخ محمد. حالياً إيه اللي نقدر نصلي فيه لأجلك أخ محمد؟ من أجل العمل. آمين. من أجل العمل، لأن يعني العمل بيسبب لي مشاكل كثيرة أنا وزوجتي، يعني زوجتي بعض المرات في نهار مش قادر تلاقي عمل بسبب نتيجة لإيمانك ولا ظروف العمل ولا إيه؟ لا، مش بسبب الإيمان. أنا بطرق جميع الأبواب لكن بدون جدوى. أمين. إحنا هنصلي لأجلك أخ محمد. أخت ريتا، ممكن ترفعي صلاة لأجل أخونا محمد، لأنه بيعدي واضح من الكلام بظروف صعبة نتيجة لعدم وجود عمل، وده بيسبب له موقف إحراج قدام زوجته وأولاده، لأن ما فيش نفقات مالية يقدر يغطي بيها مسؤولياته تجاه أسرته. أمين أمين أمين. يا رب يا رب، أنا بشكرك وأعظم اسمك يا رب بشخص أخويا محمد. يا رب أنا مش عارفة الظروف، ولكن أنت تعرف كل الظروف يا رب، لأنك أنت يا رب المسيطر على كل الأمور. يا رب لا تسمح يا رب أبنائك يحتاجوا، لا تسمح يا رب أبنائك يا رب ينحنوا رأسهم باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب أنا بنتهر كل معطل للبركة من حياة أخويا محمد. افتح له أبواب الرزق، افتح له أبواب البركة، افتح له أبواب الفرح، افتح له أبواب القوة باسم الرب يسوع. بغطي دمك القدوس هو وعائلته باسم الرب يسوع. اجعله رأسا لا ذنبا، اجعله يا رب في الارتفاع. اشكرك يا يسوع لانك سامع الصلاة والدعاء، بشكرك يا رب لانك تستمع وتستجيب يا رب كل منتظريك لا يخزو. اشكرك يا رب، يا رب ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين. بشكرك، احفظه مثل حدقة عينك. بشكرك يا إلهي لانك استجبت واستمعت. امين امين. أنا بطلب من كل مشاهدينا اللي ليهم علاقة وعشرة طيبة مع الرب، مؤمنين والخدام المباركين، أنه وهو بيشاهد الحلقة سواء دلوقتي أو في وقت الإعادة خلال الأسبوع،
ان كل شخص بيتصل وبيشارك عن ظروف من فضلك، رغم بعدنا الجغرافي عن بعض، ورغم ان يمكن احنا بنسمع اصوات مش عارفين الاشخاص دي في ارض الواقع، لكن بنحملكم المسؤوليه انكم تصلوا لاجل العابرين. امين. المضطهدين، المتالمين، اللي بيمروا بمشاكل صعبه جدا. فضلك خد موقف ايجابي، لو مش هتقدر تعمل حاجه بطريقه عمليه وده صعب نتيجه لوجودنا في اماكن مختلفه، اكتب الاسم في ورقه وقول كده انا هصلي لاجل فلان، هصلي لاجل فلان. اذكروا اخونا محمد وظروف عمله في صلواتكم، اذكروا اخونا مينا ان الرب يثبته وان الرب يشمله بعنايته ورعايته، اذكروا اخونا مارسيلينو ايضا في ظروفه، واذكر اللي تعرفه او ما تعرفوش، اللي سمعت عنه او اللي ما سمعتش عنه، اذكر كل عابر لانه هو محتاج سندة اخواته، وعلى الاقل تكون السندة ان احنا نرفعهم امام عرش الرب. امين. اخت مينا، اخت ريتا، كنت بتقولي متاسف انك مريتي باحد الضيقات وظروف نتيجه لتبعيتك. وقفنا قدام الايه، موقف الاهل، موقفك مع الاهل. انا بالعكس متعزايه بالاختبارات بتاع اخواتي اللي بيجتازوا، بحس انه بنشارك بالجسد الواحد، احنا قاعدين في بلد وهم قاعدين في بلاد عربيه، وبيننا وبينهم بحور وقارات، ولكن تربطنا كلمة الرب يسوع بيننا وبينهم والمحبة الشديدة، وعم بشعر بكل كلمة، لأنه كمان عندي كتير ناس بيتصلوا فيها من دول، من العراق. أنا عم بصلي لشخص كمان الآن بذكره قدامك وقدام أخواتي، كمان شخص لحد الآن الرب تعامل معه معاملة خاصة، كمان اسمه محمد وعم يتعذب. وفي أخت قاعدة بأمريكا وقبلت الرب يسوع بالسر، وجوزها عم بيعذبها، في يعني أمور الناس عم تجتاز. أمين. أستأذنك ناخد تليفون ونرجع. معنا ميري من نيويورك، فقدنا الاتصال بالأخت ميري، بشجعها أن ترجع تتصل تاني وتشارك معنا. معنا صادق من الجزائر، اتفضل أخ صادق. أخ صادق أنت على الهواء، اتفضل. اتفضل. ممكن. أنا من تونس. من تونس، اتفضل. متأسف أخ صادق من تونس، اتفضل. ممكن توطي الجهاز اللي بتسمع منه وتسمع بس من خلال التليفون عشان ما يحصلش صدى صوت أو حاجة. اتفضل أخ صادق. اتفضل. أنا عملت اتفضل. هل في مشكلة في الاتصال؟ أخ صادق؟ فقدنا الاتصال. معانا جورج مصر، اتفضل. أخي جورج. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح، اتفضل. سلام المسيح معاكم. اتفضل اخي جورج، سامعينك. سلام المسيح، اتفضل. انت على الهواء، اتفضل. انا عايز اقول، اتفضل. انا عايز اقول ان انا عابر للمسيح. مجد للرب. امين. للمسيحيه. امين امين في اسم يسوع. امين. انا عابر من الطقوس، الطقوس التقليديه. أمين. اللي قعدت 45 سنه بمارسها بدون اي احساس وشعور برب يسوع. امين. لغاية ما اللي عرفني المسيح أطفالي الصغيرين، سن صغير لقيت حياتهم اتغيرت تماما، بعد ما كانوا أشقية وبيعرفوا أصدقاء كويسين، فجأة في يوم وليلة اتغيروا وبقوا حاجة تانية خالص. بدأت أراقبهم أشوف إيه الطقوس اللي بيعملوها الجديدة دي، لقيتهم بيقعدوا يصلوا للصبح ويرنموا ويسقفوا. أشكرك يا يسوع. وحسيت ان انا بالنسبه لهم ولا حاجه. بدات اتقرب منهم، ولادي الصغيرين بدات اتقرب منهم واشوف بيعملوا ايه. بداوا يعلموني ازاي اعرف المسيح، ازاي اصلي له، لغايه ما فجاه في يوم وليله لقيت نفسي بقيت زيهم. هللويا. زي ما يكون عدوى.
حب المسيح أمرني بطريقة غريبة جدا. هللويا. ولقيت نفسي فرحان. أمين. وبدأت كل ما أمشي في الشارع أقابل حد أكلمه على المسيح، أمشي يمين شمال أقابل واحد أكلمه على المسيح. هللويا. ولكن للأسف الشديد، للأسف في الكنيسة هنا كل ما كنت أتكلم على المسيح يبعدوا عني. المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، أنا كنت فاكر إن الضيق ده هيكون من الأديان الأخرى، ولكن للأسف الضيق من إخواتنا المسيحيين بيقولوا عليا إنجيلي. أخي جورج، أنا بشكرك لأجل مشاركتك، وبشكرك لأجل الصلاة الطيبة، وإحنا بنصلي لأجل الكل. ما عندناش لا فلان ولا علان ولا طائفة فلانية ولا غيره، لكن احنا بنؤمن ان كل اللي بيقبل الى النور الناس بترفضه كما رفضوا المسيح سابقا. ربنا يباركك. معانا بنت الرب من مصر. امين. اتفضلي انت على الهواء بنت الرب. ايوه ايوه اتفضلي. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح. اتفضلي. استاذ ارنولد. استاذ ارنولد ازيك؟ عامل ايه؟ ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك لكم يا رب صحتكم. البرنامج الجميل ده ربنا يبارك، ربنا يديكم كمان وكمان نعمه من ايد يسوع. امين. انا عايز ابارك الاستاذ مينا دانيال والاستاذ مارسيلين والاستاذ محمد والاستاذ جورج، لانهم نالوا الخلاص الجميل بتاع المسيح. ربنا يبارك. دخلوا من الظلمه الى النور من المسيح. وعايز اقول لهم حاجه ثانيه، ان مع المسيح بيحسوا بالامان وبالمحبه وبالسلام، ان لان المسيح هو ملك السلام. حتى لما عادات تحس فيه سلام ومحبه، واحنا حتى لما زمايلنا في الشغل بيعملوا معانا مشاكل بنوريهم بمسيره المسيح، لان هو المسيح ملك السلام. أمين. هو المسيح بيه الخلاص وحده. أمين. المسيح وحده الخلاص. وعايز اقول للعالم كله صدقوني بالمسيح وحده الخلاص والسلام والمحبه. مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. المسيح فينا، وعشان كده الناس كلها بتحس صورة المسيح فينا، عشان كده مش بيحبونا. الأنبا تودروس، أنا بحس في الأنبا بالبابا تودروس صورة المسيح فيه. لما بص لعينيه كده بقول ده المسيح، وهو هيعمل فيه ومعاه، وربنا هيكون معاه ويقويه. الرب يا رب يكون معاك يا بويا بابا تودروس. الرب يباركك أختنا، الرب يباركك على شعورك الطيب وعلى غيرتك ومحبتك للرب، إنك عايزة تظهر الرب في كل مكان. أخت ريتا، رائع رائع المداخلات. بشكر ربنا، بشكر الرب يسوع. انا كمان ازاي قدرتي تتعاملي مع الاهل بعد سنتين او اكتر زي ما قلتي اكتر، يا وانت في صراع نفسي الرب ولا الاهل، ازاي قدرتي تفصلي الامر ده؟ هو مع الاهل مشاكل لحد الان واضطهادات لحد الان، لكن من جواكي انت بس الرب هو اللي الظروف مش كتير اتغيرت، لكن الرب يعطي قوه، الرب بيسند، الرب بيوفر، الرب اللي بيسكن داخل قلبه بيعطيه قوه، بيعطيه حمايه، بيوفر له امور بدل اللي فقدها، بدل اللي فقدها بيعطيه امور تانية. يعني الرب بيقول اذا ان ترك احد الرب يعوض له ابناء وامهات واصدقاء. الرب انا عم بشعر ببركات الرب من خلال المؤمنين الاحباء اللي سنديني بهاي الرحله. ولكن بوقتها إذا برجع قبل 10 سنوات أنا كنت لسه مثل البيبي، وبتحس أنك فجأة وقفت بمكان والكل ضدك، الكل بهنوك. يعني بتذكر موقف مباشرة بعد العماد، بعد العماد طبعا أنا تركت الموضوع مستخبي لأنه ما عنديش قوة، لسه محتاجة معونة من الأعالي، محتاجة قوة الروح القدس. أنا تعمدت في المية وقبلت الرب يسوع وعم بدوب، لكن لسه ما عنديش قوة، ما عنديش امتلاء، مش قادرة، حتى صلاتي ضعيفة ومش قادرة أحكي ولا كلمة ومش قادرة بدافع. فبتذكر المكان اللي كنت بعيش فيه، كنت أعيش في دولة في كامب تاع اللاجئين، وكلهم بيعرفوا كمان الرب استخدم بهديك الفترة ناس حلوين عندهم، يعني مؤمنين بسيطين، هم كاثوليك ولكن محبين لأنه المسيحيين هم وحدة ما فيش فرق،
بالطوائف، الطوائف كلها حلوين، في كل الطوائف في قديسين وفي شياطين، لأنه الممتلئ بروح الرب ما بيهم، مش مهم يكون بأي مكان. كانوا هدول ناس حلوين، ولكن أحد أقاربهم كان إنسان مسيحي فقط في الاسم. تخيل، هو ده اضطهدني، أنا ماليش دعوة فيه، ماليش دعوة فيه، ولكن مجرد أنه امتلأت، بدأت شاف الحب للرب يسوع اللي حبيته، وأنه مواظب على حضور الكنيسة، والناس هدول العيلة بدأوا يحبوني. أول ما بدأت اتعمدت، وكانوا مش بيصدقوا أنه رح أترك الإسلام أو أترك عائلتي، لأنه الموضوع يعني طول عندي سنين. مش راح أقول الاختبارات اللي اجتزتها على ما اتخذت طريق العماد، ولكن بعدين بعد ما تعمدت في المية مباشرة بنفس الأسبوع، نفس القصة اللي حضرتك قلتها قبل شوية، راح بيقول لهم كيف تثقوا بإنسانة بتترك الأهل، وأنا بعرف هي من عيلة كويسة، تترك الأهل علشان يسوع، كيف تثقوا بواحدة بتقعد معاكم وبتاكل معاكم بنفس الطبق؟ وصار بيحكي أنا ما عملتلوش ولا شيء، صار بيحكي على سمعتي أنا، يعني صرت أنا عايز أبكي. أقول حاجة في الجزئية دي يا أخت ريتا، نعم، للأسف أن في ناس بتتكلم بنفس اللغة، وأنا شفت وسمعت، نعم، ده ليا وسمعته الآخرين، أن يقول لك إزاي تثقوا في واحد في يوم من الايام باع اهله، هم بيعتبروه كده، باع اهله وتخلى اهله وجي قال انا امنت بيسوع، تفتحوا له كده وتثقوا فيه. بنتحط في دائره الشك باستمرار، لان هدول الاشخاص اللي بيحكوا ما يعرفوش يسوع، بيقول كيف، بيقول كلمه يسوع باستصغار، ما يعرفش مين هو يسوع، ما يعرفش، ما عندوش علاقه بالرب يسوع، فعلشان هيك هو يحكي كلام صغير، لأنه هذا الإنسان صغير ما عندوش، فبيستغرب كيف إحنا بنروح لملك الملوك للرب ونبيع أعز ما نملك اللي هو الأهل، بنضع الأهل اللي هم داخل القلب، بنطلعهم من القلب، مش بنطلعهم ولكن نختار، مش نقدر، محبتنا للأهل بتاخد عمق أفضل، صح، محبتنا للناس بتاخد عمق أفضل. يا جماعة الموضوع عايزين نفهم الكتاب المقدس صح، ونفهم الحقائق الروحية صح. بعض الناس تقول لك إزاي يسوع يدعوني أن أنا أبغض أهلي؟ مش بغضة، لا، المحبة للرب، ولما الرب يسكن جوه قلبي، إحنا محبتنا لأهلنا بدون الرب، محبتي لأي إنسان بدون الرب هي محبة جسدية، هي مشاعر نفسية، هي محبة فيها غريزة الأنانية. الله إله غيور. لكن لما المسيح يسكن حياتي ويملأ، نعم، حياتي، نعم، محبتي لأهلي بتاخد عمق ونضوج أفضل، بيصبح محبتي لأهلي محبة الحرص على حياتهم الأبدية، المحبة اللي فيها تضحية، المحبة اللي فيها تنازل، المحبة اللي فيها تخلي. رسول بولس نفسه قال كده، كنت أود أن أصير أنا نفسي محروما من المسيح لأجل أنسبائي. احنا ما سبناش البيوت، احنا اضطردنا من البيوت، وبعدين وده اللي عايز اقوله يا اختريتا، عشان في بعض، نعم، الناس يقولك، نعم، انت ازاي بعت اهل، لا، احنا ما فيش واحد متنصر ساب البيت الا تحت ضغط نفسي، الا تحت ارهاب من الاهل، الا تحت خطر السيف وخطر الموت، لكن هو كان عنده استعداد انه 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 يقدم كل حياته لاجل ان يشوف اهله بيختبروا اللي هو اختبره. أنا بس بوضح، لأن في مفاهيم خاطئة عند المسلمين اللي يقول لك إزاي يسوع يأمرك أنك تبغض؟ لا، وأنا حبي لأهلي إن كان هيضيع خلاصي الأبدي، إيه اللازمة بيه؟ يا اللازمة بيه؟ يا وبعدين هيفيدني بإيه؟ حب النفس إن كان هيضيع حياتي. نعم. الجزء اللي أنا قريته أخت ريتا، عدد 26 إنجيل متى 16 على 26، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لو ربحت حب نفسي واحتفظت بيه، ربحت حب الأهلي بالطريقة الجسدية اللي فيها أنانية،
ومش عايز اجرحهم، مش عايز اضايقهم، ومش عايز ومش عايز، خسرت نفسي. الله يفيد. وشيء ثاني كمان اخ اندرو، هذا الاختيار اللي انت تعرضت لي وانا تعرضت لي، دي مش فضل فيا ولا انا، يعني انا ما عنديش ذكاء، بالعكس انا انسانه بسيطه وعندي كميه جهل وكميه غباء مش معقوله، بس الرب بيعطي قوه، الرب يعطي استناره. انا بتذكر اتحطيت في موقف انا مش قادره، بعرف كيف انا قدرت لولا قوه الرب، ولا الرب كان مسيطر علي بشكل غير عادي. يوم من الايام تخيل، انا كل ما بتذكر اذا بحكي هذا الامر كمان يمكن هلا راح ابكي صدقني. احنا عندنا حاجات كثيره اخت ريتا هنتكلم فيها. نعم. وانا بشجع كل اخواتنا العابرين، بشكر جدا اخواتي اللي اتصلوا عابرين، وبشكر اخويا جورج، وبشكر اختي بنت الرب، لكن بشجع اخواتي العابرين ان يتصلوا وان يشاركوا عن ازاي اختبروا الرب وازاي الرب سندنا رغم الضيقات والصعوبات والتحديات والاضطهادات الشديدة اللي بنكتس فيها. هنطلع فاصل أحبائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نتابع مع رحلة صعبة جدا اجتازت فيها أخت ريتا في العابر وتكلفة التبعية. انتظرونا بعد الفاصل. مشرك، كافر، كلام بنسمعه كتير من كل مكان حوالينا، بسهولة بتقدر تقولها، لكن لما بتقولها شايف نفسك بترضي مين؟ شايف نفسك بترضي الله؟ ولا بترضي ناس قالوها لك؟ هو في إله بيكفر خلقه؟ ولا ينفع نردد من غير تفكير؟ أخويا وأختي يا أحمد ومحمد وحسين، يا فاطمة وخديجة وإيمان، ليه بتقول عليا كافر؟ علشان كنت زيك مسلم ودلوقتي بقيت عابر؟ أنا مش كافر. أنا مش كافر لأن عارف إيماني بمين. أنا مش كافر لأن عارف أنا رايح فين. لأنا تايه ولا ضال ولا طالع عن العهد والدين. لأنا ناكر ولا جاحد ولا خاين للأهل والأوطان. أخويا صدقني أنا بحبك. عارف ليه أنا بحبك؟ لأن عرفت إله محبة، إله فداني ومات علشاني، لا بيقول لي اغزي ولا كفر ولا جاهد، إله مش عدو للناس، إله بيحب كل الناس، بيحبك وبيحبني. بس أنا عايز أقول لك حاجة مهمة، أنا كافر، أنا كافر بكل اللي بيكفرني وأنا عابد لإله عظيم. أنا كافر بميزانك اللي خلاك في عزة وادالك الحق تقول عليا صاغر وذليل. أنا كافر بكل أفكارك اللي بتكفرني بدون حق ودليل. أخويا وأختي تعال اسمعني، بدون ما تقول عليا كافر ساعتها تعرف حقيقتي. مرة تانية أحبائي المشاهدين برحب بيكم حلقتنا العابر وتكلفة التبعية. برحب بمشاركاتكم وبرحب بكل أخ عابر حابب يشارك معنا في الحلقة عن إزاي اختبر محبة الرب في حياته، وإزاي بيقدر يواجه بمعونة الرب طبعا وبسندة الرب الضيقات والصعوبات اللي بيمر بيها. أخت ريتا قبل ما نرجع للحديث الشيق معاكي، معنا أختنا سامية من الجزائر. اتفضلي يا أخت سامية. أخت سامية. عايز اسمح لك صوتك يعلى شويه اخت ساميه. ايوه انا عايز اتوكل على الله عشان ربي يكمل معايا الشفاء نفسي. امين. وعايز اسال كمان، اتفضل. عايز اسال عن الروح القدس، هل لازم الواحد يضع عليك على راسك يصلي لك عشان تمتلئ الروح القدس، ولا يعني تطلب من ربنا فقط كده ويملاك بالروح القدس؟ اخت ساميه عايز اسالك سؤال في الاول، هل اختبرت محبة المسيح؟ هل المسيح موجود في حياتك؟ أيوة.
امين. يعني حضرتك اخت عابره؟ ايوه انا عابره من الاسلام المسيحي. امين. اخت ساميه، الامتلاء بالروح القدس مش محتاج ان شخص يحط ايده على راسي، الامتلاء بالروح القدس هي نتيجه لعلاقه شخصيه وعشره بينه وبين الرب، نتيجه الحياه بتلتصق بالرب وقلب بيتلي بكلمه ربنا، هنا بيجي وقت الامتلاء. استمري انك تقضي اوقات مع ربنا، واستمري انك باستمرار تكوني في عشره وتواصل وحديث متصل مع الرب، واستمري انك بكوني بتملى وبتصوني حياتك بكلمه ربنا، هتختبري قوي قوه الروح القدس وعمل الروح القدس في حياتك. حضرتك بتقولي يا اخت سامي عندك طلب الصلاه، حابه نصلي لاجل ايه؟ الو ايوه اخت سامي. ايوه الو اخت ساميه غالبا. انت حابه تصلي لاجلي؟ نقدر نصلي لاجلي يا اخت ساميه؟ طلبت صلاه. طلبت صلاه يعني ربي يشفيني من الاخوه في الظروف الصعبه اللي فيه. امين امين امين. حاضر حاضر. اشكرك جدا يا اخت ساميه. خلينا نصلي. يا ابونا المبارك بنشكرك لاجل اختيارك لاخت ساميه، اشكرك لاجل الخطوه قوية والعظيمة من قبلك أنك كشفت نفسك وعرفت نفسك لأختنا سامية. أشكرك لأن اختبرت عملك وخلاصك وفدائك العظيم. يا سيدنا رب أنا بصلي لأجل كل شكاية على أفكار سامية وعلى مخاوفها، وإبليس بيحاول يحط جواها مخاوف. احنا بنصلي لأجل غطاء دمك الكريم على حياة سامية يا سيدنا رب، أنك تحفظها من كل سهام العدو على أفكارها وعلى ذهنها، أنك تحفظها وتثبتها في شخصك وتملاها بشعورها يا رب أن أنت موجود في حياتها وأنك أنت ماسك بإيديها. يا سيدنا رب هي عندها رغبة أنها تمتلئ وتختبر الامتلاء بالروح القدس، فمن فضلك يا سيدنا رب استجب وبقوة الروح القدس املأ حياة أختنا سامية، احفظها في عنايتك وفي رعايتك وسيك حواليها، واستخدمها بكل قوة أن أكون يا رب إنسانة تكلم عنك وبتخبر بكم صنع بها الرب ورحمها. آمين في اسم يسوع. أشكرك أخت سامية. معانا اتصال تاني، بنت الرب من كندا، اتفضلي. آمين. أيوه مساء الخير. مساء النور. ربنا يباركك أخ أندرو ويبارك البرنامج بتاعك. وأنا بحيي الأخت ريتا، وكنت حابة جدا جدا أشارك بحاجة أنا الرب مثقلها بيا قوي. أني كنت عايزة أحس كل المؤمنين الحقيقيين المسيحيين أنه فعلا يكونوا فاتحين حضنهم لكل العابرين. أشكرك جدا، ده شعور طيب منك. أشكرك، ربنا يباركك على شعورك ده. فعلا اخواتنا العابرين محتاجين زي ما كانت بتقول اختنا بنت الرب من كندا لقلوب تكون مفتوحه. نعم نعم. اختنا نعم. ليلى من كندا، من ليلى من هولندا، اتفضلي انت على الهواء. اختنا ليلى، سلام المسيح معاكم. سلام المسيح، اتفضلي. كيفك اخ اندرو؟ ربي يبارك لك والاخت ريتا، ربنا يبارك. اتفضلي انت على الهواء مشاركتك. أشكركم على هذا البرنامج الجميل. أشكرك. وأحييكم على المواضيع الجميلة. وأحيي وأشجع كل العابرين إلى من الظلمة إلى النور. أمين. وأحب أن أشجعهم وأقولهم لا تخافوا، لأن الرب حائل حول خائفيه وهو ينجيهم من كل خطر وشر. أمين. وأحبك يا أخت ريتا كثير كثير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ليلى، ذكرتك. أهلا وسهلا، كيفك؟ أنا مفاجأة 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 حلوة. أنا بحبك كثير وطلتك حلوة على التلفزيون. شكرا شكرا. ربنا يبارك. يباركك ويبارك أخ أندرو. ربنا يباركك أخت ليلى، ربنا يباركك. بشكرك على شعورك ومشاركتك و يعني تشجيعك لينا كعابرين. معانا امين من المغرب، اتفضل. اخونا امين تعال هوا، اتفضل. امين اخونا امين، اتفضل. الو. ايوه اتفضل اخويا امين، اتفضل تعال الهوا. ايوه اخ امين احنا سامعينك، اتفضل اتفضل بمشاركتك. ازيك يا
اتفضل. الحمد لله. ربنا يباركك. ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك يا اختي؟ ازيها؟ اهلا وسهلا بيك. اتفضل بمشاركتك اخ امين. اوكي اخ اندرو، انا الناس انا كنت مسلم. ايوه. ودلوقتي بفضل ربنا انا دلوقتي عابر. امين امين. بشكل عجيب اخ اندرو، انقلبت حياتي لما يعني عائلتي عرفت باني يعني بقيت مسيحي وامنت بان يسوع مخلصي. العالم العائله كلها ما تعاني اخ اندرو، يعني كنت شخص يعني محبوب في العائله بس في الم، يعني شخص غير مرغوب في البيت، يعني مقاطع من العمل. يعني انت قلت لهم لما بيعرفوا كان هم لمحوا حاجه، لمحوا في حياتك ولا انت اتكلمت معاهم وخبرتهم عن انك امنت بالمسيح؟ نعم يا اخ اندرو، يعني كنت فرحه يعني كثيره مش سريعان يا اخ اندرو، قلت للعالم انا مش بستحي، انا بدي اقولها للعالم يا اخ اندرو. انا كنت مسلم، كنت في ضلال يا اخ اندرو، بس دلوقتي انا عارف يعني ديني الاسلام، يعني ازاي كنت وازاي بعيد دلوقتي بفضل ربنا يا اخ اندرو. انا كنت بعيش في ضلال يا اخ اندرو. امين. بس دلوقتي بفضل ربنا انا يعني دلوقتي انا احس يعني روحيا انا اؤمن بان يسوع مخلص يا اخ اندرو. امين. ربنا يباركك اخ امين، ويبارك حياتك ويحفظك في نعمته ويثبتك فيه. اخ امين عنده طلب الصلاه، محتاج نصلي لاجله. انا فهمت من المكالمه انه اهله كلهم اصبحوا مقاطعينه، واخ امين كان دخل معانا في حلقه قبل كده، هو صلى من خلال القناه هنا وصلى معانا ومن خلال البرنامج، ربنا لمس حياته وخد خطوه حقيقيه تجاه محبه المسيح. تاني يوم ما صلى كان بيطرد من الشغل، لما صديقه اللي كان بيشتغل معاه المسلم عارف انه هو بحماسه بمحبه بغيره وحرص منه على خلاص اخوه، راح شارك على خلاص اخوه المسلم صاحبه اللي كان بيشتغل معاه، راح شاركه وقال له انا بقيت مسيحي. النتيجه كان القرار انه طرده من الشغل، اصحابه بداوا يتخلوا عنه، الاهل بداوا يعاملوه معامله صعبه جدا. من فضلكم ارفعوا صلاه لاجل اخونا امين من المغرب، لأنه بيعاني من طرد ورفض من العمل ومن المجتمع ومن الأهل. أنا بحط المسؤولية قدامكم لكل شخص مؤمن حقيقي بالرب أنه يصلي لأجل أخونا أمين. ممكن أوجه له رسالة للأخ أمين ولكل الأخوة العابرين اللي هم في بلادهم ومع أهليهم. بوجه لك رسالة أخي الحبيب أمين وكل أخوتي اللي في المغرب وفي الدول العربية، بليز خليكم بتحبوا الأهل، خلي بيشوفوا محبة الرب يسوع، اوعى بتوعظوا فيهم، لأنه الوعظ مش بيجيب نتائج مثل أنك بتعيش حياة الرب يسوع. خلي بيشوفوا هذا الإنسان هو محب، هو متسامح، أسلوبه حلو، مش بيغضب، كريم النفس، بيساعد، ببر أمه وأبوه، لأنه الأعمال بتأثر. وبعدين اقرأ كلمة الرب، أنا مش عارفة كيف، ولكن الرب يوجد لك المكان ويوجد لك الظروف، وصلي وإحنا رح نرفعك باستمرار، والرب مش رح يتخلى عنك، والرب سمح ليك أنه بتجتاز في هذه المحنة، لأنه يوم من الأيام رح تجي تقعد في هذا المكان أو في مكان تاني، رح تشهد وتكون شهادتك مثمرة. ولكن الرب لا بيستخدم ولن يستخدم إنسان إذا ما بيسمح أمور صعبة بيجتاز فيها حتى بيكون الاختبار حي. فالاختبار الصعب اللي عم بتمر فيه أخي العزيز أمين هو للصالح وللخير وللقوة وليك. أمين. ربنا يباركك. أمين. هناخد آخر مشاركة عشان الوقت بقينا حوالي بتاع 9 دقايق ما اتكلمناش في الموضوع خالص. أنا بعتذر جدا لكل اللي كان حابب يشارك، بعتذر اللي كانوا موجودين على التليفونات، لكن الوقت سحب ما قدرناش ناخد كل التليفونات. بعتذر اللي كان عندهم أسئلة حتى لو خارج الموضوع، إن ما دخلوش على الهوا، من فضلك اترك سؤالك واترك ايميل بتاعك واترك تليفونك
عشان نتواصل معاك بعد الحلقة ونقدر نجاوبك على السؤال اللي موجود عندك. احنا موضوع الحلقة العابر وتكلفة التبعية. اخر تليفون معانا اخونا خالد من اسكتلندا، اتفضل انت على الهواء اخونا خالد. تحية المسيح قدس ابونا اندرو. تحية المسيح، اتفضل اتفضل انت. الرب خالد موسى، انا اتكلم معك من ادنبرا اسكتلندا. اتفضل، اهلا وسهلا بك اخ خالد. انا عنوان البرنامج انا مش كافر. بالضبط. هذا البرنامج موجه للمسيحيين فقط من اجل تاكيد ان المسيحيين غير كفار، ام اذا كان المقصود من ذلك واثبات للمسلمين وغيرهم لان العقيده المسيحيه والمؤمنين بها غير كفارا. عزيزي قدس ابونا اندرو، اذا اردت اثبات ذلك للمسلمين فانا لا اتفق معك في الراي بما تريد اثباته، لانك قد اشركت بوجود الله، حيث ان العقيده المسيحيه تؤكد ان يسوع المسيح هو ولدا مولودا منه وقد تم انجابه وليس مخلوقا، وهذا ما يؤكد البند الاول. اخ خالد جمع. اخ خالد، احنا عندنا موضوع خاص بالحلقه، لكن من فضلك اطرح لي اسئلتك بسرعه. يبقى انت اول سؤال شايف ان العقيده المسيحيه بتقدم ان المسيح مولود، صح كده؟ عفوا اتفضل اخ خالد. انه وقد تم وقد تؤكد ان يسوع المسيح هو ولدا لله مولودا منه وقد تم انجابه وليس مخلوقا. انت بتقول هذا ما يؤكد اتفضل. حضرتك اخ خالد، انت شخص مسلم ولا شخص انت كنت عابر؟ ورجعت ورجعت للاسلام تاني. بص يا اخ خالد، عايز اقول لك، طب اسمعني عشان وقت الحلقه ووقت البرنامج، بكل اختصار شديد جدا، الكتاب المقدس بين ايدينا وهو الكتاب المقدس، هو موجود قدامي. انا ما اعرفش، مش هفترض ان كلامك غير صحيح، افترضه انه صحيح، لكن عايز اقول لك ان الاناجيل والعهد الجديد والكتاب المقدس لا يقر ابدا ان المسيح مولود من والد تم انجابه اطلاقا. المسيح مولود غير مخلوق، مولود من عذراء. المسيح هو كلمة الله الازلي الظاهر في الجسد. المسيح هو ابن الله الذي يعلن عن الله، هو الله المعلن في الجسد. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. حاشا ابدا. انا بوضح لك وبوضح لغيرك تماما الصوره بوضوح. لا نقر اطلاقا ولا وليس عندنا اي نوع من الاقرار بهذا الامر ان الله تزوج العذراء وانجب المسيح. ده افتراء وده كذب على المسيحيه. المسيحيه بتؤمن باله واحد، الاله ده له وحدانيه جامعه. الله موجود بذاته، ناطق بكلمته اللي هو المسيح، حي بروحه اللي هو روح الله القدوس الساكن فينا. العذراء عذراء مطوبه، الله اختارها انه ينجب او يتولد من خلالها المسيح. المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فهو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. هو الله وهو انسان في آن واحد، بياكل ويشرب ويتصرف، وكل الاسئله بتاع اخوات المسلمين، يدخل الحمام وكل الكلام ده كله، كان بياكل وكان وامه صديقين بياكلون الطعام. كل اللي بتقول عليه القران ده، المسيح من جهه الناموس بيمارس كل الحياه دي بطريقه طبيعيه لانه انسان كامل، لكنه هو ايضا الله في كامل لاهوته. فالمسيح الله في كامل لاهوته، المسيح انسان في كامل ناسوته، وهو المسيح في كيان واحد وفي آن واحد. حابب أخويا خالد أنك تراجع أفكارك، وأنك تقرأ الكتاب المقدس بصدق، وأنك لما تقدم موضوع قدمه واطرح سؤالك بصدق. أخت ريتا، الوقت دخل، أنا متأسف جدا ما خدناش الموضوع نتيجة المشاركات الرائعة اللي إخواته كان بيشاركونا بيها. ثلاث حاجات بيواجههم العابر بسرعة في اختصار. الحاجة الأولى، يجب أن يحمل صليبه. الحاجة الثانية، يجب أن يبغض الكل لأجل محبة الرب ويترك الكل. الحاجة الثالثة، يجب أن لا ينكر الله. من ينكرني قدام الناس أنكرك. إزاي أنت قدرت تعيش الثلاث حاجات دول باختصار سريع جدا
عشان نساعد اخواتنا اللي بيسمعونا في دقيقة او اقل. الرب يعطي معونة، الالتصاق في الكلمة، القراءة الكتاب بشكل يومي، الصلاة بشكل يومي، الاختلاط بالمؤمنين، عدم التأخر عن الذهاب إلى الكنيسة، المؤمنين اللي في الكنيسة والخادم اللي مع مين اللي كان السبب اللي جذبوا لطريق المسيح بيلتصق فيهم بالمؤمنين اللي هم بيعتبر يعني هو بيكون تلميذ تابع لأب روحي، لازم يكون عنده أب روحي أو شخص معلم ممتلئ. والرب الإنسان العابر اللي أجل الرب يسوع، الرب وضع في طريقه شخص قائد فيكون ملتصق بهدول الجماعة، ملتصق بالناس الروحيين الممتلئين، لأنه الرب من السماء بعت لي ملائكة وبيكون ملتصق فيهم ويكون إنسان متواضع. الرب يعطي بيصلي أنه الرب يعطيه حكمة إمتى بيكون خاضع، والإنسان مش يقدر إذا بيتصرف بيكون ما عندوش التصاق في الكلمة، مش بيصلي، مش بيروح في كنيسة، مش يمتلئ من روح الله، مش بيكون عنده معرفة. ولكن هاي الأمور بتعطيه حكمة إمتى بيتكلم وإمتى بيسكت وإمتى بيخبر وإمتى مش بيخبر. الأمور اللي أنا تعرضت لها، وأنت يمكن أكيد أنا كنت حابة شو قلبي كمان يعني أخ أندرو بسمع منك الأمور اللي أنت اجتزت فيها، بتمنى بسمعها. الرب هيدينا، لأن ده موضوع مهم جدا. أمين. لأخوات العابرين. أمين. أمين. هيدينا حلقات تانية لأن نفسي نقدم حياة بطريقة عملية. نعم. نقدر نساعد من خلالها. نعم. ونماذج. نعم. إزاي عشنا الحياة. نعم. وإزاي هل حسيت أنك خسرت يا أختي ريتا في وقت ما؟ وقت من الأوقات أنا بقول لك بصراحة وبصدق، اللي أنه أنا كنت لسه قلت لك مثل البيبي. بعد ما اتخذت قرار العماد، بعد العماد وشفت الاضطهاد ولسه كنت ما عنديش امتلاء، حسيت أنه يمكن أغلط، يمكن أنا ندمت، يمكن ليه أنا خسرت العيلة، ليه أنه خسرت الأصدقاء، ليه الكل بيضطهدوني وقطعوا عني التليفونات، قطعوا عني المساعدات المادية، قطعوا عني، أنا كنت محتاجة للاحترام، محتاجة لجو عيلة. وخاصة الإنسان بالغربة بيحس بدفء العيلة، محتاج أنه يروح مع أهله بيأكل معاهم. هذا الشيء كان بالنسبة لي قاسي، أنه ولا يحبوا يستقبلوني ولا بيحبوا يكلموني. وبعدين المكان اللي أنا كنت بعيش فيه، حتى الناس اللي قبل شوية عم بقول هذا الإنسان المسيحيين اللي لسه كمان حسيت بعدم حب، يعني اضطهدت من كل النواحي. فخريت في الطريق وحسيت أنه أنا في موقف صعب، ولكن تعزيات الرب أجت، صلاة الأخوة في الكنيسة والأخوات رفعوني، والرب تعامل معي وبدأ يتعامل معي خطوة بخطوة. بهذاك الوقت كان وضعي صعب، ولكن عندما الآن أنا عم برتفع يوم بعد يوم، بتعمق بمعرفة الرب يسوع، بشوف كانت يد الرب حولي بطريقة عجيبة. فتحت لي باب أنه بجيب بلد تاني، فتحت لي باب أنه بنمو، فتحت لي باب. وأنا كنت بهذاك البلد أنه بدرس الإنجيل وبدرسه للناس بالمعلومات البسيطة، بالمعلومات البسيطة. والناس اللي اضطهدوني صاروا بيتصلوا فيا وبيسألوني على سبب الرجاء، على سبب الفرح، على أمين. سبب أمين. فكان يعني فعلا كان كل كلمة في الإنجيل. بس بقول الآية بسرعة، خلاص الوقت أكتريتها متأسف. أحبائي المشاهدين ولكل أخ عابر بيسمعنا، بالكلمة وبالصلاة المستمرة وبالعلاقة وبالعشرة مع الرب وبالاتكال على الرب وبمعونة الروح القدس وبشركة المؤمنين وبصلواتنا لأجل بعضنا البعض، نعم، وبالتمسك بالرب، نقدر نعدي رغم الظروف الصعبة، رغم الاضطهادات، رغم الحنين في بعض الأوقات للأهل، رغم في بعض الأوقات مجهول المستقبل، إن المستقبل مجهول، رغم عدم وجود العمل، رغم الهوية الغير واضحة، أنا فين؟ أنا في النص، لا حصلت ده ولا حصلت ده. لكن في هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كنا نتألم الآن، لكننا سنتمجد معه أيضا متى أظهر المسيح مخلصنا
ليأخذنا مع العروس المنتصرة إلى السماء. رب يبارككم والرب يبارك أوقاتكم. أترككم في معونة الرب والمسيح إلى اللقاء في حلقة جديدة من أنا مش كافر. الرب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخدوع أو بخرب أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر